استحق للنادي الإسماعيلي، ونقطتان غاليتان تضيعان من النادي الأهلي في وقت صعب للغاية في المنافسة على بطولة الدوري العام. تقدم النادي الأهلي بهدف من تمريرة رائعة لصالح جمعة عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 73 من أحداث اللقاء. اعتقد الجميع أن المباراة ستنتهي للنادي الأهلي بهذا الهدف أو يزيد من أهدافه، ولكن كريم بامبو نجم النادي الإسماعيلي كانت له الكلمة الأخيرة من خطأ دفاعي فادح ينجح في إحراز الهدف الأول والأوحد وهدف التعادل للنادي الإسماعيلي لينهي المباراة عند التعادل بهدف مقابل هدف لكل فريق. تتصعب مهمة النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام، ويحصل النادي الإسماعيلي أو في الفوز بلقب بطل الدوري العام، ويرفع النادي الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 42 بعد هذا التعادل الغالي. إذن الأهلي لا ينجح في الفوز على الإسماعيلي هذا الموسم، التعادل 1-1 هي نتيجة